عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن أمس قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بعد زيارة حضر خلالها حفل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان جلالة الملك المفدى قد غادر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث كان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته مطار أبوظبي الدولي أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي. وسعادة السيد محمد بن حمد المعاودة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء السفارة البحرينية رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.